السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مرة تانية في قناتكم سيمبلي فوديا. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم على كيفية البحث عن وظائف خاصة بسلامة الغذاء أو جودة الغذاء. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم على استراتيجيات مختلفة عن طريق الإنترنت، إن أنت إزاي تدور على وظيفة خاصة بالفود سيفتي أو الفود كواليتي عن طريق الإنترنت، زائد الكورسات برضو الخاصة بيها. اول حاجه لازم نستخدم كده كده الانترنت، فانت بتخش على اشهر المواقع الخاصه بالتوظيف او اشهر المواقع الخاصه بالشيرنج بروفايلز الخاصه بالتوظيف، وهو اللينكد ان. هو اللينكد ان، بتخش على اللينكد ان بتكتب في السيرش اسم الوظيفه اللي انت عاوز تشتغل فيها او خدت كورسات فيها او بتدور على وظيفه فيها، زي الفود سيفتي مثلا، تكتب مثلا فود سيفتي سبيشالست او اخصائي سلامه اغذيه، بس يفضل ان انت تكتب الجوب ديسكريبشن بتاع، سوري، الجوب تايتل اللي انت بتدور عليه يفضل انت تكتبها بالانجليزي. وبعدين بعد كده تبقى تعمل فلترنج على الدوله، تكتب مصر، تكتب السعوديه، تكتب الكويت، تكتب اي دوله. المهم ان انت لازم تكتب، يعني يفضل ان انت تكتب بالانجلش. بعد لما تعمل سيرش على لينكد ان بالجوب اللي انت عاوزها، هيجي لك اشخاص عندهم الوظائف، بيشتغلوا الوظائف دي، فانت تخش عم تشوف السكيلز بتاعتهم اللي عندهم، تشوف الشهادات اللي هم حاصلين عليها، في نفس الوقت تشوف لو في اي درجة علمية هو واخدها او يعني بيتمتع بيها. في نفس الوقت انت ممكن تعمل داونلود للسي في بتاعه، تذاكره وتشوف الحاجات اللي هو واخدها، او تشوف تعمل داونلود للبروفايل بتاعه وتشوف ايه الكورسات اللي هو واخدها وايه الحاجات اللي هو كاتبها الخاصة بالمهام الوظيفية بتاعته او الجوب ديسكريبشن بتاعته. في نفس الوقت ممكن تبقوا فريندز مع بعض، ممكن تبعت له السي في بتاعك ان هو يبص عليه لو في اي اوبورتونيتي عنده في الشركة، او ان انت تطلب منه مساعدة في اي حاجة، حاجة انت مش عارفها، حاجة في كورس معين انت مش فاهمه، او بس مش عارف تحصل على الشهادة بتاعت الكورس ده ازاي. من احد الاستراتيجيات برضو على اللينكد ان، انت بتعمل سيرش على اسم الشركه وبتكتب جنبيها كلمه اتش ار او هيومن ريسورسز او الموارد البشريه، هيظهر لك شخص، الشخص ده هو من الاتش ار بتاع الشركه دي، وانت تتواصل معه وبتبعت له السي معه وبتبعت له السي في بتاعك بطريقه زو ان انت لو في اي وظيفه شاغره عندكم بالنسبه للمؤهل بتاعي وبالنسبه للسي في بتاعي، يا ريت تواصلوا معايا. في استراتيجيه تانية ان انت تعمل سيرش على الجوب، يعني تكتب مثلا فود سيفتي سبيشالست وبتعمل فلترنج على الجوبس بقى، بتخش بتشوف الوظيفه لو في اي مكان، واي برضو نوتيفيكيشن تجي لك لو في اي وظيفه من اللي انت مقدم عليها تجي لك بيها نوتيفيكيشن على طول على الميل عن طريق اللينكد ان. في كمان استراتيجيات ان انت خش على الريكروتمنت ايجنسي او الهيد هانترز، دول وكالات طبية تبعت لهم السي في بتاعك بحيث ان هم لو في اي فرصه قدامهم ماتشنج مع او مناسبه مع السكيلز اللي انت تتمتع بيها او الكورسات اللي انت واخدها او المجال اللي انت عاوزه، فهم بيكون عندهم الفرصه ان هم يتواصلوا مع الشركات، او الشركات مرات بتعينهم ان هم يساعدوا فريق الاتش ار او فريق الهيومن ريسورسز ان هم يجيبوا لهم ناس او يعرضوا عليهم سيفيهات مختلفه. في استراتيجيه تانية في اللينكد ان، ان انت ممكن تخش على الجروبس او ديسكشن جروبس، تشوف كل المواضيع اللي بتتكلم حوالين الجوب اللي انت عاوزها. في طريقة تانية ان انت بتخش على الفيسبوك برضو، بتراجع جروبس المعينة يعني او الخاصة بالجودة وسلامة الأغذية، وبتقعد تشوف لو في اي وظائف هم بينزلوها او لو في اي بيجز عندك برضو نفس الكلام بتتكلم على الوظائف، ازاي تروح لها، ازاي تشتغل فيها، الحاجات دي كلها. دي برضو من احد الاستراتيجيات. ان شاء الله بدل الطريقه دي تفيدكم. في برضو طريقه تانية عن طريق اليوتيوب، ان انت بتزود معلوماتك وتزود المهارات بتاعتك على اليوتيوب. هتخش طبعا على قناتكم سيمبلي فوديا اللي هي تتشرف طبعا بزيارتكم ليها، وان انتوا تدونا الفيدباك بتاعكم على طول ان شاء الله. لو في اي تريننج على اليوتيوب برضو تقعد تسمع وتتعلم لغه، في نفس في حاجه مثلا في الفود سيفتي تريننج، واحد بيدي تريننج على الفود سيفتي او الفود كواليتي بيتكلم انجلش، ممكن توقف الفيديو وتشوف وتاخد كلمه كلمه وتحاول تترجمها وتحاول تذاكرها وتحاول تتكلم بنفس الطريقه. في برضه حاجه جديده ان انت ممكن تخش على الدوكيومنتري او الوثائقيات الخاصه بسلامه الاغذيه او الوثائقيات الخاصه بالفود اندستري او بالصناعات الغذائيه عامه، هنشوف ايه الجديد، تشوف ايه الاخبار. تمام. في كمان عندك في استراتيجية كمان، انت بتعمل سيرش على اسم الشركة، بعد كده بتخش على الويب سايت بتاعهم، بتجيب نمرتهم، بتتواصل معاهم، وممكن برضو تجيب اللوكيشن بتاعهم على المابس،
ان انت توصل لهم وتروح هناك تمضي ابلكيشن وتقدم السي في بتاعك. ونصيحه من سمبليفوديا ان انت يبقى عندك لسه باتليست 20 30 شركه، وتبقى كين ان انت تقدم السي في بتاعك مره واثنين وثلاثه وعشره لغايه لما ربنا يكرمك ان شاء الله. ما دام دخلت المجال فان شاء الله باذن ربنا هيكرمك باكتر من فرصه تجي لك اثناء العمل. هي بس اصعب حاجه بس الخطوة الأولى، وبعد كده ربنا بيسهل إن شاء الله. طبعا من أحد برضو الاستراتيجيات إن أنت بتخش على الفيكنسيز ويب سايتس، دي من مواقع للتوظيف، دي مواقع كتيرة جدا ومشهورة جدا بدون ذكر أسماء. بتخش على الموقع بتكتب الجوب نيم زي مثلا فود كواليتي انسبكتور أو مفتش جودة أغذية، وبعدين بعد كده بتكتب كلمة فيكنسي، وبعدين بعد كده تكتب اسم الدولة اللي أنت بتدور فيها، وإن شاء الله ربنا يكرمك إن أنت ممكن تلاقي وظائف كتيرة جدا. مرات الوظائف دي بتكون حقيقية ومرات بتكون قليلة جدا غير حقيقية، لكن سواء ده او ده انت بتخش بتشوف ايه الحاجات المطلوبة علشان الجوب ديسكريبشن علشان خاطر تتوظف بالوظيفة دي. في استراتيجية كمان برضو سواء على لينكد ان او على الفيسبوك او على اي سيرش انجن اللي هي المواقع اللي انت بتكتب فيها البحث، تكتب فيها البحث يعني، بتعمل سيرش على كورس مثلا معين. زي الكورس مثلا هناخد مثال هنا عندنا مثلا كورس الحاسب. لما تخش على الكورسات دي لازم تاخد بالك من حاجة، انت بتجيب الكونتاكت نمبر بتاع المكان اللي هيديك الكورس ده، لازم تسأل المواعيد بتاعته من كام يوم وفي امتحان ولا لا، بروفد ولا لا زي ما قلنا قبل كده. بتعرف الامتحان من الساعة كام للساعة، سوري الكورس من الساعة كام للساعة كام يوميا، مين المحاضر اللي هيديك الكورس، ممكن تنزل الاليمنتس او البوينتس اللي هيتكلم فيها الكورس، هيزود السكيلز بتاعتك فيها، ممكن تبقى في حاجات انت يعني مش هتفيدك بحاجة، فيبقى الكورس بس مش هيضيف لك اي حاجة غير ان انت يبقى فلوس. ممكن برضو تعرف المبلغ كام وتقعد تقارن ما بين المكاتب المختلفة او الهيئات المختلفة للتدريب. ممكن تاخد بالك وانت بتاخد الكورس ان شاء الله على قد ما تقدر تكون علاقات، بحيث فرصة عند اللي بياخدوا كورس معاك ان هما ممكن يجيبوا لك اي فرصة في الشركة بتاعتهم او كده. ومش عيب كمان ان انت يبقى معاك كوبيز من السي في بتاعك تقدمها اثناء الكورس، بحيث ان انت دي من احد سبل برضو السعي ان انت تدور وكده على الشغل. وبرضو ممكن تكون صداقات مع الناس اللي هناك وممكن تتواصل معهم على طول، ان لو في اي واحد عنده فرصة شغل، حتى ايفن المدرب اللي بيديك الكورس ممكن تبقى تسأله ان انت لسه ما اشتغلتش في المجال وعاوز تقدم في المجال، ولو في اي فرصة ان انت تقدم في المجال. طبعا اخر نصيحة ليكم ان انتوا ما تيأسوش ابدا ان انت تقدم السي في بتاعك مرة واثنين وثلاثة، وتروح اثنين وثلاثة، وتروح تمضي ابليكيشنز في كذا شركة برضو مرة واثنين وثلاثة. ما تيأسش ابدا، لان في فرق بين السعي وصدق السعي، وان شاء الله طول ما انت بتصدق السعي فان شاء الله ربنا هيكرمك ان شاء الله، او هيكرمك باذن الله. ما فيش فرق ما بين ولد وبنت في الفود سيفتي والكواليتي، اهم حاجة بشغلك والسكيلز اللي انت بتتمتع بيها والكاركتر بتاعتك والبرسوناليتي. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.